أخبار هامة وعاجلة للشعب العراقي وردتنا الآن. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق، قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. زيارة مرتقبة لشيخ الأزهر إلى النجف ولقاء المرجع السيد علي السيستاني. كشف عضو مجلس الشيوخ المصري خالد قنديل عن زيارة مرتقبة لشيخ الأزهر أحمد الطيب الحساني للمرجع الديني الأعلى في النجف السيد علي السيستاني. وقال قنديل خلال استضافته في ملتقى بحر العلوم للحوار إن الشيخ الأزهر أحمد الطيب الحساني سيزور المرجع الأعلى السيد علي السيستاني هذا العام كما هو متوقع حسب الموعد المحدد. وأضاف أن هذه الزيارة تأتي لما تمثله حوزة النجف والأزهر من أهمية دينية واجتماعية واعتدال في العالم الإسلامي. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق عن زيارة مرتقبة لشيخ الأزهر أحمد الطيب الحساني إلى العراق للقاء المرجع الديني الأعلى في النجف السيد علي السيستاني، مشيرة إلى أن الزيارة ستكون في تموز المقبل. حقيقة تسريب بيانات المشمولين بالبطاقة التموينية. نفت وزارة التجارة تسريب بيانات المواطنين المشمولين بالبطاقة التموينية على المواقع الإلكترونية. وذكرت الوزارة أنه بعد تداول أنباء عن تسريب بيانات ومعلومات المواطنين المشمولين بالبطاقة التموينية، نود أن نوضح أنه سبق وأن تم إعلان جهاز الأمن الوطني بالأمر، وأكد أن بيانات البطاقة التموينية غير محملة على شبكة الإنترنت بالوقت الحالي أو في أي وقت مضى، وبالتالي من المستحيل الدخول إليها عبر أي رابطة. وأضافت أن برنامج الأغذية العالمي قد قام بتحميل بيانات محافظات النجف الأشرف والمثنى ودهوك على سيرفر خاص بدائرة قسم التموين ومحمي من الاختراق بدرجة عالية جدا، وأنه لا يمكن الدخول إليها من أي رابط أيضا. وأشارت إلى أن الوزارة ملتزمة بعدم تزويد أي جهة بالبيانات الشخصية لأي عائلة مسجلة ضمن البطاقة التموينية إلا بقرار من مجلس القضاء، مشددة على أن بيانات العائلات العراقية محمية وفق القوانين والتعليمات النافذة، ونطمئن المواطنين بأن بياناتهم محفوظة ولا يمكن تسريبها لأنها تتعلق بالأمن القومي للبلد. ودعت الوزارة بحسب البيان وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والمصداقية وعدم تناول الأخبار التي تؤثر على الأمن القومي العراقي. استقرار أسعار صرف الدولار على ارتفاعها في بغداد. سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار اليوم الخميس استقرارا على ارتفاعها في البورصة الرئيسية والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد. وقال مراسلنا إن سعر صرف الدولار لهذا اليوم بلغ في البورصة 144,300 دينار لكل 100 دولار، وأضاف فيما بلغ سعر البيع 145,000 دينار لكل 100 دولار، والشراء 144,000 دينار لكل 100 دولار في مكاتب الصرافة المحلية. كوجر: عجز الموازنة كبير جدا والمحافظات تشكو المظلومية والغبن في تخصيصاتها. وصف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر عجز الموازنة المالية بالكبير جدا. وقال كوجر في تصريح متلفز: العجز الموجود في الموازنة كبير جدا وسنبذل قصارى جهدنا لنرتب الأمور، مبينا أنه لغاية الآن اللجنة المالية لم تقرر رقما معينا للعجز. وأوضح أن المرحلة الأولى سندرس موازنات جميع الوزارات حتى نعرف مدى التضخم فيها، والثانية سنقرر سقف التخفيض ونذهب إلى التخفيض. وأكد أن منتصف الشهر الجاري لإقرار الموازنة لا زال موعدا افتراضيا لكن ليس موعدا نهائيا للتصويت، ونعتمد على سياقاتنا في القراءة الثانية ويجب أن نمضي بأربع مراحل. وأضاف أن المرحلة الأولى أمضيناها بالاستماع للنواب تحت قبة البرلمان، والثانية استضافات الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات، والمرحلة الثالثة صياغة النصوص والعمل على تشخيص النقاط والخلل في الموازنة والأرقام المبالغ فيها، منوها إلى أن المرحلة الأخيرة هي الذهاب نحو تخفيض ومناقلة وصياغة نهائية للموازنة لتكون جاهزة للتصويت. ولفت كوجر إلى أن اللجنة المالية
أجرت مقارنتين بين موازنات هذا العام وعامي 2020 و2022، ومن خلال المقارنة يتبين لنا مدى التضخم، مشيرا إلى أنه كان لدينا في عام 2021 موازنة متكاملة بحجم 129 تريليون دينار، وفي 2021 لم يكن لدينا قانون موازنة، لكن لدينا قانون الإدارة المالية رقم 1/12 وقانون الأمن الغذائي، والآن مسودة 2023، والهدف من ذلك هو مراقبة الزيادة ولماذا ومدى الإنجاز. وكشف كوجر عن ترحيل التخصيصات المحددة للأقاليم والمحافظات لنهاية المناقشات حول الموازنة، لأن هنالك مظلومية ومحافظات تشعر بالغبن في تخصيصاتها. آخر أيام الطقس اللطيف، أجواء الحرارة الأربعينية تستأنف أعمالها في العراق. كشف المتنبئ الجوي رياض القريشي اقتراب موعد ارتفاع درجات الحرارة لتتجاوز 40 درجة في معظم المناطق العراقية مع انتهاء الموجة الباردة التي اجتاحت أجواء البلاد لأيام عدة. وقال القريشي إن الموجة الباردة التي اجتاحت أجواء العراق لأيام عدة ستنتهي صباح الجمعة القادمة، ثم تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي، خاصة مع تعرض البلاد إلى منخفض حراري قادم من شبه الجزيرة العربية، وتصل درجات الحرارة إلى حاجز الأربعينات في البصرة وميسان وبعض محافظات الفرات الأوسط مع تغير الرياح إلى جنوبية شرقية. وأضاف أن يوم الثلاثاء القادم سيكون الإحساس بارتفاع درجات الحرارة واضحا والأجواء مفعمة بالرطوبة، خاصة مع اشتداد قوة الرياح الجنوبية الشرقية، وستبدأ بالتأثير على الكسبة من عمال وغيرهم من الشرائح الأخرى. وأشار إلى أن مساء الاثنين وصباح الثلاثاء سيكون هنالك احتمال لهطول الأمطار بشكل خفيف في مناطق غرب الأنبار ومنها الرطبة والقائم وكذلك السليمانية، مع بروز رياح شمالية غربية قد تثير بعض الأجواء المغبرة. وتابع أن موجة الحرارة في مناطق الجنوب والوسط ستمتد طيلة الأسبوع القادم، وتتراوح معدلاتها في بعض المناطق من 42 إلى 43 درجة مئوية. التقاعد تعلن البدء بصرف مكافأة نهاية الخدمة لوجبة آيارا. أعلنت هيئة التقاعد العامة بدء صرف مكافأة نهاية الخدمة لوجبة آيارا. وقالت الهيئة في بيان مقتضب إنها بدأت صرف مكافأة نهاية الخدمة لوجبة آيار بمجموع 7332 قيداً،